مش ما في داعي اني احكي عنها غير اوجاعي من ناحيه المشاعر الاحاسيس الشوق للاهل، بس هاي هي ضريبه السجن للسجين سجنه وضريبه المحبه الشوق والحنين. البنات في وضع سيء، صدقا وضع سيء. اغلب البنات اللي في الداخل من اراضي 48، اراضي 48 الاسيرات ما بيعرفوا عن شو هي الحركه الاسيره النسويه، ما بيعرفوا كيف يتعاملوا مع السجان.